ده ستراكشر او فيريج ستراكشر موجود اول حاجه في البلان اكس واي واحمال عمودية على البلان ده يعني موجوده في اتجاه الاكس وزد. الجريد ستراكشر ده عباره عن تو بيمز قمرتين وقطعتين عند النقطه ايه رقم 2 وعليه احمال الديستريبيوتد كونسنتريت اللي موجودين بالطريقه دي. طبعا دي الجريد بتاعت القطاعات القطاع الجريد بتاعت الماتيريال الاي والجي اللي هي مودلس اوف بلاستيستي والشي مودلس او مودلس اوف ريجيتي. القطاعات بتاعت السكاشن ده ممبر 1 وده ممبر 2 القطاع بتاعت الريكتانجل سيكشن 300 في 800 مللي او 30 في 80 سم والخواص بتاعت القطاع اللي هي الجي والاي اي والجي جي جاهزين بالطريقه اللي هي كده طبعا انت ممكن تحسبهم بسهوله. فدي البروبرتيز بتاعت الماتيريال بتاعت القطاعات او الجيومتري. تعال بقى نطبق الاستفنس بس على البيلج ستراكشر. اول حاجه طبعا اول خطوه احنا عارفينها اللي هو كودنج بتاعت النودز والاليمنتس في ديجريز اوف فريدم. اول نود اللي هي 1 2 3 الممبر اللي اتقسم ما بين 1 2 وممبر 1 الممبر رسم من 2 و3 وممبر 2 الديجريز اوف فريدم طبعا عندي فيكس سبورت مفيش اي ديجريز اوف فريدم وبالتالي ما عنديش اي ديسبيسمنت او روتيشن ده 0 0 0 عند نقطة رقم 2 فيها ثلاثة ديجريز اوف فريدم اللي بيمثلوا يو اكس يو زد وسيتا اكس وسيتا واي بنفس الترتيب ده وطبعا فيكس سبورت ما عندهاش اي ديجريز اوف فريدم وبالتالي 0 و 0 و 0 واحد ينجح 0 0 و 0 لو واحد ينجح هات فيكس لا لو لو هنج لو هنج الممبر مثلا يحضر ايه؟ اكس يعني اكس بيننج حوالين ايه؟ يبقى في سيتا واي وفي سيتا اكس تمام؟ كونا النودز والاليمنتس والديجريز اوف فريدم. تاني خطوه اللي هي الفاريبل كونفيجريشن تيبل وعباره عن جدول كده بسيط بيضم خواص العناصر. اول ممبر الدلتا اكس بتاعته كام؟ 5 5 الدلتا واي 0 يبقى ال بتاعه 5 ال 1 اللي هي عباره عن دلتا اكس على ال 1 ال ام 1 0 ممبر رقم 2 الدلتا اكس بتاعته كام؟ 0 الدلتا واي سالب 8 ال ال بتاعه كام؟ 8 ال ال 1 ب 0 ال ام 1 سالب 1 خلي بالنا من الاشارات واحنا ايه؟ في مشكله عشان نسيت حاجه دلوقتي؟ طيب ثالث خطوه اللي هي الاليمنت سيرفيس ماتريكس او اللي هي المسطوره بتاعت العواصم كي 1 وكي 2 في جلوبال فورم او جلوبال كوردن سيستم بالشكل اللي احنا بنكون حاطينه نقدر نقولها بسهوله بالخواص بتاعت القطاعات تمام؟ في حد عنده مشكله بيكون السيرفيس ماتريكس؟ طبعا اي سيرفيس ماتريكس جريتش اليمنت كان 6 في 6. فضل الرقم الديفيزو في ده عند الستارت اند يعني الممبر رقم 1 يعني 0 و 0 و 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3 يعني انت ممكن تجيب من السيرفيس ماتريكس الجزء ده بس تستخدمه توفر وقت يعني. بالنسبه للممبر رقم 2 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 و 0 و 0 يعني هجيب الجزء ده بس في السيرفيس ماتريكس فتوفر وقت. في مشكله؟ طيب الخطوه اللي بعد كده اللي هي فيكس اند فورسز. ليه بنرجع لحكايه الفيكس اند فورسز؟ عشان دلوقتي عندي انترميديت لودز او ديستريبيوتد لودز وبالتالي بنرجع لحاجه اسمها الفيكس اند فورسز ان انا معتبر كل سبان او كل ايرنت هو عباره عن ايرنت متصل بالستارت اند هم فيكس سبورتس وبالتالي بجيب الفيكس اند فورسز اللي هي عباره عن الشير والمومنت اللي بينتج على الممبر تقدر ان انا عملت فيكسيشن عند الستارت والانت. يعني لو بالطريقه دي الانت رقم واحد انا جيت استخدم الفيكس اند فورس. الفيكس اند فورس عند الستارت والانت طبعا الحمل ده 30 كيلو متر على النت والستاند بتاعه 5 وبالتالي الرياكشن او الفيكس اند فورس 75 و75 والفيكس اند مومنت طبعا بتدبل السكور على كام؟ على 12 هيطلع 62 وايه؟ ونص. بالنسبه للممبر الثاني خلي بالك من الاتجاهات ان الممبر ده موازي لمحور واي يعني هيحصل له بيننج حوالين اكس. طالما هو موازي لمحور واي هيحصل له بيننج حوالين ايه؟ اكس. فده بيمثل ام اكس. اما ده كان موازي لمحور اكس فيحصل له بيننج حوالين ايه؟ واي. فده يمثل ام واي. خلي بالك من النقطه دي يا جماعه. وطبعا الفورسز بتمثل دايما كيو ايه؟ زد. صح ولا لا؟ تمام كده. في حد عنده مشكله من جوه الفيكس اند فورسز؟ في حد عنده مشكله؟ طيب
طيب نقدر نجيب اللي هي الاوريجينال لود فيكتور او الفيكسد اند فيكتور اللي هو عباره عن اللود زينيتيك ايه؟ الفيكسد اند فورسز عند الستارت وعند الاند لاي عنصر بالترتيب اللي احنا قلناه اللي هو البي زد ام اكس ام واي. بي زد 75 ام اكس ما عنديش ام اكس ام واي 62 ونص بي زد 75 0 سالب 62 ونص تمام؟ في حد عنده مشكله؟ طيب بالنسبه للعنصر رقم 2 اولا بي زد ب 20 ام اكس ب 40 ام واي ملوش ليه؟ لان هو اساسا موازي نحو الجار فمش هيحصل له روتيشن على الجار. طبعا عند الاند 20 سالب 40 و0 نخلي بالنا يا جماعه من موضوع الستارت والاند في الاشارات ونخلي بالنا هل الام ده ليه ام اكس ولا ام واي كمان. احنا شايلين عند اللود رقم 2 اللود بنتكلم عن اللود. بص يا جماعه اللود ده هو كده كده اكسترنال لود صح؟ عند جوينت يعني مش انترميديت يعني مش هتبقى ليه فيكس اند مومنتس يعني ليه فيكس اند فورسز. فانت لو اخدته مع اي ممبر يعني انت لو عملته كده مثلا واخدت ده هنا 20 فيكس اند فورس هتاخد كده اللي هي كام؟ 20 صح؟ هتيجي وانت بتقسم على الجوينت تقلبه تاني على 20 هتقول له اكسترنال لود ملوش لازمه. خدته مع الممبر ده مع الممبر ده وانا بحسب هنا فيكس اللود فيكتور وانا بعمل كل ده من الجوينت انا واخده اكسترنال كده عشان كده عامل لون تاني تمام؟ فانت خده في معينه خليته اكسترنال لود بره مفيش مشكله خالص. هناخده في اللود فيكتور من هنا على الكوليجرام الجوينت تمام؟ لان لو خدته بالطريقه دي كده هات الديفكس بوينت فورس واحده بس اللي هي ايه؟ كيو زد. وبرضه ساعتها لما تيجي تعمل الكوليجرام الجوينت هتركزه بنفس الشكل ده فهو اكسترنال لود انت ممكن تاخده ايه؟ لوحده كده تمام؟ فيكس اند فورسز بتفيد جدا في موضوع الانترميديت لودز يعني اللودز في الاسبان تؤثر على الاسبان مش عند الانتس ما عند الانتس سهل اساسا تمام؟ طيب هنقدر نكون الفيكسد اند فيكتورز او الاوريجنال لود فيكتورز بمنتهى السهوله زي ما احنا عارفين نتيجه الفيكسد اند فورس. بعد كده نقدر نكون الجلوبال سيرفيس ماتريكس اللي هي الكي جي اللي هي عباره عن تجميع من الالمنت سيرفيس ماتريكس طبعا عن التوتال ديجريز اوف فريدم 3 وبالتالي الكي جي هو اللي بيطلع فيها كام؟ 3 في 3 اللي هم ايه بالظبط بقى؟ هم 1 2 3 1 2 مفيش مشكلة؟ طيب نلاحظ يا جماعة إن الفاجنال ممبر دايما لازم تكون أرقام موجبة أكبر من الزيرو. أرقام موجبة أكبر من الزيرو تمام؟ طيب خلاص كونا جلوبال ستيفنس ماتريكس هنقدر نتكلم عن اللود فيكتور. اللود فيكتور يا جماعة موضوع اللود فيكتور موضوع الفيكسد اند فورسز قلنا مهم جدا انك تجيب اللود فيكتور عن الديجريز اوف فريدم. طب الديجريز اوف فريدم دي عند نقطه مش عند ايليمنت وبالتالي نعكس او نعمل ايكويليبريم للجوينت اللي عندها ديجريز اوف فريدم اللي هي رقم 2 يعني نعكس الفيكسد اند فورسز على الجوينت يعني تخيلوا كده الجوينت اللي هي رقم 2 لو جينا عكسنا الفورسز اللي هي 75 75 في الجهه زد هتقلب بسالب 75 الام اكس اللي هو بسالب 62 ونص هيتقلب ب 62 ونص موجب. طب الناحيه الثانيه ال 20 هيتقلب بسالب 20 والام اكس ده كان ام واي الام اكس هيتقلب بدل هو 40 يبقى سالب 40 والاكسترنال لود اللي بره هناخده ايه؟ زي ما هو تمام؟ كانوا سالبين. طيب كده انا عملت اكويليبريم جوينت عشان اجيب اللود فيكتور. طب اجيب اللود فيكتور ازاي دلوقتي بقى؟ اللود فيكتور زي ما احنا عارفين هو بي زد ام اكس ام ايه؟ واو صح؟ دي زد هي التوتال بقى 20 و75 و20 تطلع كام؟ سالب 115 في اتجاه زد السالب. طب الام اكس اللي هو البندنج هاي اكس ده طبعا اكس وده واو البندنج حوالين اكس اللي هو سالب 40 والبندنج اللي حوالين واي اللي هو 62 ونص. خلي بالك الموضوع ده جدا نعمل جولد كده ونحط البحر عشان ما نتلخبطش ونخلي بالنا من الاشارات. في حد عنده سؤال؟ طيب كونا اللود فيكتور ده نتيجه الفورسز. طيب عايزين نكون الديسبليسمنت فيكتور. الديسبليسمنت ايه؟ فيكتور. الديسبليسمنت فيكتور احنا عارفين هي علاقه بتربط الديسبليسمنت باللود هي الستيفنس. فنقدر نجيب الديسبليسمنت فيكتور عند الديفيز اوف فريدم اللي احنا كوناها اللي هي 1 و2 و3 هيقطع الديفيز اوف فريدم دي اللي بتمثل يو زد
تمام؟ طيب كده جبنا خلاص الديسبيسمنت فيكتور اللي هو الديفيجن فريدم عند جوينت رقم 2 اللي هي بتمثل يو زد وسيتا اكس وسيتا ايه؟ واي. بعد كده نقدر نجيب الاليمنت فورسز على طريق ان احنا عارفين ان البي 1 هي عباره عن كي 1 زائد في دي 1 زائد بي 1 نوت. ليه البي 1 نوت؟ ده الفيكسد اند فيكتور نتيجه الفيكسد اند فورسز. طبعا كي 1 انا مكونها اساسا والدي 1 هشوف الديفيجن فريدم اللي هي في حاله ايه؟ 0 0 0 1 2 3 طبعا ده 6 في 6 وده 6 في كام؟ 1 زائد بي 1 ايه؟ بي 1 نود اللي هو الفيكسد ان ايه؟ فيكتور. هقعد اطلع البي 1 البي 1 طبعا دي في جلوبال كوردينيت سيستم عاوز اطلع اللوكال عن طريق ايه؟ ترانسفورميشن ماتريكس. كده انا جبت الالمنت فورسز ده انا جبت الديسبيسمنت عند الديفيجن فريدم وجبت الالمنت فورسز. في حد عنده سؤال؟ اهم حاجه خلي بالك منها جدا انك الفيكس ان فورسز نتيجه ال الفيكس ان فورسز بتقبى حوالين اكس وحوالين واي. طب الام اكس ده بالنسبه للعنصر هو بيندنج ولا توشن؟ وهنا هل البيندنج ده بالنسبه للعنصر هو ام اكس ولا ام واي؟ زي ما احنا قلنا الممبر ده موازي محور واي يبقى مفيش بيندنج حوالين واي اكيد لا لا اكيد حوالين المحور الثاني. ولو هو موازي حوالين محور اكس يبقى اكيد بيندنج حوالين واي. ونخلي بالنا من الاشارات التورشن ايه؟ هو التورشن ده بالنسبه للديفيز اوف فريدم او الجوينت ده خلاص ده ام اكس وام واي. لما نيجي نرسم الديفيز الانتجرال فورس دايجرامز هتفهم موضوع التورشن. بس في الاول تبقى محدد كويس اللي هو الام اكس وام واي تمام وطبعا مسؤول. تاني حاجه خلي بالنا من الاشارات عشان ساعات بتلخبط. خلاص احنا جبنا الالمنت فورسز بعد كده احنا عايزين نرسم الانتجرال فورس دايجرامز. بص يا جماعه بعد ما طلعنا الفورسز بكل الالمنت في اللوكال فورم اللي هو طبعا ترتيبها يبقى بي زد ام اكس ام واي بي زد ام اكس ام واي كل المنت انا اقدر اقسم كل المنت كده عليه الفورس بتاعته اللي انا طلعتها من اللوكال فورم اللي هي بي زد ام اكس ام اكس ام واي عند السبت وعند الالمنت بالشكل اللي انا رسمته ده كده البي زد بتقطعها هنا كده. انا عندي هنا تو مومنتس تو مومنتس دي عباره عن ايه؟ بيندنج وتورشن. طب البيندنج ده بالنسبه للالمنت هو عباره عن ايه؟ يعني البيندنج ده بالنسبه للالمنت هو عباره عن ايه؟ الالمنت ده هو بيندنج حوالين محور ايه؟ ده موازي محور ايه؟ اكس. يبقى البيندنج بتاعه ده ايه؟ والتورشن بتاع ايه؟ هو الام اكس صح؟ فهمت؟ طيب لو الالمنت ده البيندنج بالنسبه للجوينت ده هو برضه للممبر ده هو ام ايه؟ واي. والتورشن ده هو ام ايه؟ اكس. والممبر الثاني العكس 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 انا بتكلم لسه على الممبر ده بس الممبر الثاني العكس خصوصا الممبر الثاني العكس تمام. هو اكيد الممبر ده موازي محور اكس فالبيندنج بتاعه حلو واي يبقى التورشن هو ام اكس. ما هو طالما الممبر موازي محور اكس يبقى العزم حوالين المحور الطولي بتاعه هو ام اكس تمام. طب عاوزين نرسم بقى الانترنال فورس دايجرامز اللي هي الشيل فورس دايجرام. اول حاجه الشيل فورس دايجرام هنرسمهم بس في الديوزيت 163 و9 وننزل الديفيوز دول اللي هو 30 في 5 150 يوصلني 13 و9 13 و9 عندي 20 طاقة كيلو نيوتن سبسنتريتد هتنزلني ل 6 و1 همشي موازي لحد ما اوصل ل 40 هنزل لحد 46 و1 اللي هو الكيو زد اللي كنت طالع على الاقل شيل فورس عادي خالص بس الراعي ان انا برسم في تو ايه؟ اكسس اللي هو اكس وواي. طب البند موف دايجرام البند موف دايجرام بالنسبه للالمنت ده البندنج بتاعه هو ام واي بالنسبه للالمنت ده البندنج بتاعه هو ام ايه؟ اكس لان هو موازي واي صح؟ خلي بالك من النقطه دي فانت تاخد دي هنا وتاخد ام واي اللي هو 429 وطبعا ده ديستريبيوت دول فارمولي كيرف الدرجه الثانيه هينزل هنا لحد 15 و2 وبالنسبه لده الام واي بتاعه هو الام اكس بتاعه هو البندنج اللي هو يبقى ايه؟ 13 و9 هنا بايه؟ 194 لو انت عاوز الماكسيموم جزء طبعا احنا عارفين ان في المنتصف بتنزل ايه؟ بي في ال على ايه؟ على 4 من هناك كونسنتريت الجلوك تمام؟ في مشكله؟ ده البند. طب التورشن بقى التورشن دايجرام التورشن دايجرام ده عباره عن قيمه التورشن اللي على الالمنت ودايما يا جماعه الالمنت في الحاله دي طالما هو الستار في دي انت هو عنده تورشن عند الستار وعند انت فالالمنت كله ليه نفس مقدار التورشن على الالمنت
يعني الام التورشن بالنسبه ليهم ده هو 13 و9 وبرضه الام اكس اللي هي 13 و9 فهو عليه تورشن بالضرب 13 و9 قول لي يا بروفيسور في اتجاه الدوران زي ما انت عايز التورشن زي الشير ما يهمناش فيه اشاره يهمنا فيه كويلو انتوا عارفين الشير ما يهمناش فيه اشاره لو شارك سالب 20 و5 صنع سالب 20 لان دي قوه بس ما يفرقش معايا نازله ولا طالعه التورشن برضه كده يفرق معاك كويلو فانت احنا بنقيس التورشن ديجرام بنفضل ايه نحط سالبين كده هي علامه العزم حتى في البروجرام بتاع الساب وسيف كده بيعملوا العزم بالشكل ده كده سهمين ده معناه ايه؟ ما هو توش او اللي احنا قلنا له العنصر ده مقداره كام؟ 13 و9 افرض دي اللي هي مو العكس يبقى سالب يبقى ده توش مقداره كام؟ سالب 15 و5 لو عملت دي سالب دي موجب مش فاكر توش ما فيش فيه اشاره توش بالنسبه للاليمنت ده الاليمنت ده موازي واي يبقى هو ام واي ام واي اللي هو 15 ونص تمام؟ سالب موجب مش فاكر توش الدايجرام بتتكسر بالشكل ده في حد عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ ان خلي بالك منه في موضوع جريتش ستراكشر المومنت ده هو ام اكس او ام واي بالنسبه للعنصر بيندنج ولا توشن موضوع الفيكس اند فورس نخلي بالنا برضه في موضوع ان هو بيندنج ولا توشن ونيجي نجيب اللود فيكتور نتيجه الفيكس اند فورسز بنعمل الاكويليبرم بوينت ونعكس اللود الديسبيسمنت اللي بتطلع هي يو زد سيتا اكس سيتا واي وبالتالي الريليتد فورسز هي كيو زد ام اكس ام واي يعني عندي شيل في اتجاه زد وبندنج حوالين اي محور وتورشن حوالين محور